في أداء رائع وتحدي وإثارة من الانطلاق الأول. أسير إلى المقدمة وتابع هناك المركز الأول، قادمة التماس سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، بينما هنا على المركز الثاني، هذه في المركز الثاني بيان أحمد بن محمد بن قضيب العليلي، المركز الثالث، المركز الثالث شديد أحمد بن مقيد بن كراز السبوسي، وعلى المركز الرابع أذهب إلى وجود فنون عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري، هناك على المركز الخامس وتواجد طيار محمد بن علي بن يمعة الرميثي الذي يقدم هذا الأداء في هذه اللحظات إلى المراكز الأولى، ويعلن هناك التواجد مبكرا في كوكبة المقدمة. نستكمل المراكز، وهذه عنيدة فلاح بن فهد بن طحنون الهاجري، بينما على المركز السابع دخول قادم من وجود انتباه سعيد بن خليفة رشيد السويدي، أيضا تقدم هذه اللحظات هنا على المركز الثامن في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار، هي الشايبة محمد بن أحمد بالشيلة العامري، انتقل للمركز الثامن واستكمل فزعه مبارك بن خليفة زارة الخيلي، بينما في المركز التاسع إلى وجود ندى سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، والمركز العاشر في هذه اللحظات قادمة هي ريفال سعيد سالم بن سعيد بن منانة الاشتبي. هذه الأسماء وهذه التحديات وانطلاقة هذا المسار الذي يحمل هذه البداية الأولى، ما شاء الله وتبارك الله، سير مميز لانطلاقة هذا الشوط، تحدي هذا المسار، اندفاع يحمل القوة والإثارة في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقات، ما شاء الله وتبارك الله. عود إلى المقدمة وتابع المركز الأول وما أيضا يسير مع المركز الأول والصدارة في هذه اللحظة وفي هذا الانطلاق، تغييرات إلى المقدمة، ولكن نتابع بيان أحمد بن محمد بن قضيب العليلي التي تعلن هناك الهجوم على المركز الأول، التغيير في هذه اللحظة. شوف المتابعة، المركز الثاني نعود إلى التماس سلطان بن خليفة بن زاهرة سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي الذي يعلن أيضا في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث، يا سلام يا سلام على المركز الثالث في هذه اللحظة وانطلاقة أيضا التواجد الطيارة محمد بن علي بن يمعة الرميثي، أسماء مميزة هنا تواصل الاندفاع والانطلاق، ولكن المركز الخامس أيضا وصل بن شريم عبد الله بن طالب بن شريم المري مع فنون وتحدي الفنون، خامسا شديدة أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي، والمركز السادس وجود عنيدة فلاح بن فهد بن طحنون الهاجري، ما شاء الله كل هذه الأسماء خماسية المقدمة، التحدي على المراكز الأولى والنية واضحة، النية واضحة لدى الجميع. نتابع المقدمة، نتابع الانفراد لبيان أحمد بن محمد بن قضيب العليلي الذي يعلن مع البداية الأولى وآخر 2 كيلو متر ما تحمل أيضا ما تبقى من هذا الشوط وانطلاقة الأمتار. المركز الثاني وجود المركز الثاني والطيارة محمد بن علي بن يمة الرميثي على ثاني المراكز، عودة المركز الثالث شديدة أحمد بن مخيد بن كراز السبوسي، ما تغيرت المراكز، والمركز الرابع تقدمت عنيدة فلاح بن فهد بن طحنون الهاجري مع هذه اللحظات، وصل بن رشيد وانطلاقت في هذه اللحظة المميزة، ما شاء الله هي شديدة وانتباه نعم سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي مع هذه الأسماء. نقول بدينا الآن نقترب من لوحة الإعلان، نتواصل مع هذه اللحظات في هذا المسار ونقدم الجديد، الكل وصل والكل انتقل مع هذه اللحظة إلى المراكز الأولى والبدايات الأولى، ما شاء الله وتبارك الله. 1400 الآن ما تبقى على خط النهاية، ونقترب من إعلاننا النهائي ليكون الجميع على استعداد تام للاندفاع إلى خط النهاية مع اللحظات القادمة. لا تزال الصدارة تحمل أيضا وجودي بيان أحمد محمد بن قضيب
العليلي 1200 1200. شوف الثلاث اللي على المقدمة والبداية بدأت الآن الأسماء تتغير، بدأت التحركات أيضا. أسير انتباه انتباه، غيرت إلى المنافسة الأولى وأعلنت التواجد على الانطلاق على هذا المسار. شوف المقدمة وقدمنا انتباه، انطلقت انتباه في هذه اللحظات عن اندفاع المركز الأول مع هذه اللحظة. انتباه سعيد بن خليفة الرشيد السويدي، يا سلام، أمام المركز الثاني، قادمة قادمة في المركز الثاني. فزع مبارك بن خليفة زارع الخيلي، وهنا المتحدي المتحدي مع ريفال سالم بن سعيد بن منانة آل شتبي، يا سلام، ثلاثية على المقدمة. ريفال تعلن الانطلاق، تعلن هنا مع هذه اللحظة الهجوم. هناك فزعة متواجد مبارك بن خليفة زهرة الخيلي، ثلاث ما شاء الله. شوف المنظر المميز، شوف المنظر المميز، ثلاثية على مقدمة هذا الشوط. من يكسب؟ من يحرك أيضا هذه؟ هل هي انتباه؟ هل هي ريفال؟ أم هناك فزعة؟ فزعة 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 إلى المركز الأول مباشرة من خلال هذه الأسماء المميزة. فزعة إلى الصدارة، إلى مقدمة هذه اللحظات، ما شاء الله. سلام يا العين، سلام، سلام يا النايف، سلام، تهانينا والناموس خليفة بن زهرة الخيلي أولا. وهنا مبارك أيضا أدى الأداء الممتاز، ما شاء الله وتبارك الله. هذه فزعة مبارك بن خليفة بن زهرة الخيلي مع المقدمة والصدارة. ما قصرت يا مبارك، ما قصرت يا مبارك، الأمور 10 على 10 مع هذه البداية. شوف المركز الثاني، ريفال في المركز الثاني، سالم بن سعيد بن منانة، والمركز الثالث انتباه لسعيد بن خليفة الرشيد السويدي. المركز الرابع، هنا دخول القادم اليذابة سليمان بن جبرين، رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين. والمركز الخامس هي بيان أحمد حمد بن قضيب العليلي. هذه الأسماء، هنا التحديات، هنا الانطلاق على أرضية هذا الميدان. ونتابع التوقيت الزمني في هذه اللحظة لأول التحديات، وهذه 7 دقائق 35 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس مبارك بن خليفة زهرة الخيلي على هذا الأداء الممتاز. بينما في المركز الثاني كانت ريفال في المركز الثاني، تهانينا سالم بن سعيد بن منانة الاشتبي في المركز الثاني، وسبع دقائق 39 ثانية، 6 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث تواجد في انتباه ثاني لسعيد بن خليفة الرشيد السويدي، وايضا 6 دقائق 39 ثانية و9 من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحبر الكريم، مشاهدينا الاعزاء، في انطلاقات هذا الصباح المميز، الصباح الجميل الذي يحمل تحديات كبيرة وتحديات مثيرة في انطلاقات سباق صباح هذا